السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي الكرام، ومرحبا بكم في حكاية جديدة من مكتبة الحكايات. سنستمر هذه الليلة مع فرسان الملك آرثر الشجعان، وبعدما انتهينا من قصة ميرلين الحكيم سنحكي لكم عن فارس شجاع آخر، وهو الفارس السيد بيلياس. سماعا طيبا. كان السيد بيلياس يلقبه الكثيرون بالفارس اللطيف. بدأت قصة هذا الفارس اللطيف بخروج الملكة جونيفر في يوم ما للتنزه بصحبة وصيفتها وبعض الفرسان. كان اليوم رائعا جدا، وكانوا يستمتعون بنزهتهم عندما اقتربت منهم على حين غرة امرأة تمتطي جوادا أبيضا، وكان يرافقها ثلاثة خدام، يمسك أحدهم بشيء مربع كبير جدا مغطى بقماشة من الساتان الأحمر. كان اسم المرأة بارسنت، وقد جاءت من بلاط السيدة إيتارد من أجل غرض محدد للغاية، إذ كان كثيرون في بلاط السيدة إيتارد ومن المحيطين بها يعتبرون السيدة إيتارد أجمل امرأة في العالم. وكان قد تناهى إلى مسامعها أن جونيفر بارعة الحسن أيضا، من ثم أرسلت بارسنت كي تتحقق من صحة هذا. فقالت بارسنت: وحقا هذا حقيقي. فقالت جونيفر: هذا رائع للغاية، لكن من المضحك أن تأتي كل هذه المسافة من أجل مسألة تافهة كهذه. أخبريني، ما هذا الشيء المربع المغطى بالساتان الأحمر؟ وبإماءة من بارسنت نزع الخادم الساتان الأحمر ليكشف عن لوحة لسيدة إيتارد. فقالت جونيفر في لطف: إذا كانت هذه هي سيدة إيتارد، إذن فهي غاية في الحسن أيضا، بل إنها أجمل مني بكثير. اعترض السيد بيلياس قائلا: ليس صحيحا يا سيدتي، أنت الأجمل يا سيدتي، وأنا على استعداد للدفاع عن ادعاء هذا في مبارزة ما. قالت بارسنت: من حسن حظك أننا هنا ولسنا هناك في بلاط السيدة إيتارد، وإلا كان السيد إنجامور من مالفيرت المنوط به حماية السيدة إيتارد أجبرك على الدفاع عن ادعائك في مبارزة. أكد السيد بيلياس أنه يرحب بمثل هذه المبارزة الودية، وترجى الملكة أن تمنحه إجازة من أجل القيام بهذا، ومع أنها ظلت تنظر إلى الأمر كله على أنه أمر تافه، فقد سرت بالإطراء ووافقت على هذه المغامرة. كان السيد بيلياس شديد الحماس لهذا القتال، حتى إنه لم يضع الوقت في تجهيز أو ارتداء زي القتال الخاص به، إذ كان على يقين أنه سوف يعثر على درع ملائم لهذا الغرض في مكان ما على الطريق. وفيما كان يجتاز بيلياس وبارسنت والمجموعة المرافقة لها غابة المغامرات، صادفوا امرأة عجوزا تجلس على ضفة مكسوة بالطحالب لنهر متلاطم الأمواج. كانت عينا المرأة شديدتي الإحمرار كما لو كانت تبكي منذ سنوات، ووجهها نحيل ومليء بالتجاعيد، والشعر الخشن ينتشر في وجنتيها وذقنها. ارتجفت بارسنت، وجال ببالها أن هذه المرأة بلا شك قبيحة المنظر على خلاف جونيفر والسيدة إيتارد. ومن ثم عندما طلبت المرأة العجوز من السيد بيلياس أن يقلها على جواده عبر النهر متلاطم الأمواج، أخبرتها بارسنت أن السيد بيلياس هو رجل ذو شأن رفيع لا يقوم بمثل هذه المهمة. لكن السيد بيلياس وبخ بارسنت في لطف، وذكرها بأن الفارس الحقيقي هو من يساعد أي شخص مضطر. وعندئذ نزل عن جواده ورفع المرأة وأركبها على الجواد، وعبر بها إلى الضفة الأخرى من النهر. وما إن وصل الضفة الأخرى حتى قفزت المرأة العجوز عن الجواد وتحولت فجأة، فبدلا من العينين الحمراوين والتجاعيد والشعر الخشن أصبح لديها
عينان سوداوان مثل الجواهر تماما، وبشرة بيضاء كالعاج، وشعر طويل ناعم كالحرير، وحول عنقها قلادة جميلة عبارة عن حلقة ذهبية مرصعة بأحجار الأوبال والزمرد. وعرف الجميع في التو أنها نيمو كبيرة سيدات البحيرة. ولم يكن تنكرها في شكل امرأة عجوز سوى اختبار لفروسية السيد بلياس. فقالت نيمو: لقد نجحت في الاختبار، من أجل ذلك ستحوز مكافأة. ثم مدت يدها ونزعت عن رقبتها القلادة الذهبية وأعطتها لسيد بلياس ليعلقها على كتفه كالنيشان. وما لم يعرفه السيد بلياس هو أن القلادة كانت سحرية، إذ يقع في حب من يرتديها كل من ينظر إليه. وواصل الجميع سيرهم. في اليوم التالي وأثناء وجودهم في الغابة، صادف السيد بلياس وبارسنت امرأة باكية أخرى، لكن هذه المرة كانت صغيرة السن ويتبعها حامل درع حزين أيضا. سأل السيد بلياس: ما الخطب؟ تنهدت المرأة وقالت: لا عليك، فأنت لا تستطيع أن تساعدني. سألها السيد بلياس: وما أدراك؟ ثم ساعدها على النزول عن جوادها برفق، وأعطاها بعض الماء، وطلب منها مرة أخرى أن تخبره بمتاعبها. وكانت القصة التي روتها أخيرا قصة محزنة. كانت المرأة تصطاد بصحبة عريسها سيد بيراند ميري، فركض كلبها المحبوب عبر جسر طويل ضيق جدا يمر بجدول ماء عنيف الأمواج. وعندما بدأ يعبران الجسر، خرج فارس مرعب من قلعة مبنية بحجارة داكنة اللون على الجانب الآخر من الجسر. وكان الفارس وجواده يتسربلان بملابس حمراء، ومع أنهما أوضحا للفارس الأحمر أنهما يريدان أن يرجعا كلبهما فحسب، فإن الفارس الأحمر أخبر السيد بيراند ميري أنه لا بد أن يهزمه أولا إن أراد العبور. وكان السيد بيراند ميري غير مسلح ولا يرتدي سوى ملابس صيد خفيفة، غير أنه كان شجاعا جدا، فاستل سيفه وتقدم للأمام. ضرب الفارس الأحمر سيد بيراند ميري على رأسه، فجعله يسقط للأمام على جواده وينزف بشدة، ومن دون أن يكلم الفارس الأحمر السيدة كلمة واحدة، أخذ بلجام جواد السيد بيراند ميري وسحبه هو وجواده عبر الجسر إلى القلعة المظلمة. فقالت المرأة باكية: ولا أعرف إن كان ميتا أم لا زال حيا على قيد الحياة. فقال لها السيد بلياس: سيدتي، يمكنني مساعدتك حقا. فقالت المرأة: لكنك لا ترتدي درعا. رد السيد بلياس: خذيني إلى هناك فحسب. ففعلت المرأة كما قال. وعندما بدأ السيد بلياس يعبر الجسر، جاء الفارس الأحمر مندفعا مرة أخرى سائلا: من الذي تجرأ على الاقتراب؟ أوضح السيد بلياس أنه جاء فحسب كي يسأل عما حدث للسيد بيراند ميري. أجاب الفارس الأحمر: لقد حدث له نفس ما سيحدث لك. فقال السيد بلياس: لكنني لست مسلحا. رد الفارس الأحمر: إذن أقترح عليك أن تعود أدراجك. وبدلا من أن يرحل بلياس، التقط أضخم حجر استطاع أن يجده، حجر ربما لا يستطيع 5 رجال عاديين أن يرفعوه، ورمى الفارس الأحمر بالحجر فأطاح به عن جواده. استل سيف الفارس الأحمر ووضعه عند رقبته طالبا منه بعض المعلومات. عرف أن الاسم الحقيقي للفارس الأحمر هو السيد أدريساك، وأن السيد بيراند ميري ما زال على قيد الحياة، لكنه يحتفظ به سجينا لديه، بل إنه يحتفظ فعليا بنحو 21 سجينا آخرين، فقد كان يمسك عبر السنين بأي شخص يحاول أن يعبر الجسر، فيأخذه أسيرا ويطالب بفدية هائلة. وثمة 2 وسط هؤلاء الأسرى من بلاط الملك آثر بالفعل، هما السيد براندليز والسيد مادور. كان بمقدور السيد بلياس أن يقتل السيد أدريساك الشرير الوقح، لكنه قرر أن يعفو عنه بعدما توسل إليه أن يرحمه، غير أنه في المقابل سيمنح درعه إلى السيد بلياس الذي ما زال غير مسلح،
ويطلق سراح كافة المساجين، ثم يذهب إلى كاميلوت ليطلب عفو الملك آرثر. وفيما كان السيد بيلياس يحرر المساجين، عثر على كل الثروات التي سلبها السيد أدريساك عبر السنين، ولم يأخذ أي شيء لنفسه، وإنما قسم كل شيء بين الضحايا، وقد أحبوه من أجل طيبته أكثر مما أحبوه من أجل تأثير قلادته السحرية. ترجوه ألا يرحل، لكنه كان في مهمة ما، لذا رحل بصحبة السيد برانليز والسيد مادور ليتممهما. وعندما وصل بيلياس وبارسنت حدود أرض غرانت ميسنيل، أرض السيدة إيتارد، نصب هو ورجاله الخيام وطلب من بارسنت أن تنقل رسالة إلى السيدة. قال لها: أخبريها من فضلك أن ثمة فارسا هنا كي يعلن أن جمال الملكة جونيفر أعظم، وكي يدافع عن هذا الإعلان ضد أي فارس قد يباريه. ولم تستطع بارسنت بسبب وضعها أن تتمنى أن يكون بيلياس الفائز في القتال، لكنها تمنت له حظا طيبا بالطبع. وفي اليوم التالي ارتدى السيد بيلياس الدرع الأحمر الذي أعطاه إياه السيد أدريساك، وبلغ القلعة من أجل الدخول في مبارزة ودية، وتجمهر حشد كبير من الناس، وأنزل أمامهم الجسر المتحرك الذي خرج عبره فارس ضخم مرفوع الهامة متسربل بالكامل بملابس خضراء، وكان يعرف بالفارس ذي الأكمام الخضراء، واسمه الحقيقي السيد إنجامور من مالفيرات. وقد حي السيد بيلياس بتهذيب، غير أنه كان متحمسا بشدة من أجل السيدة إيتار، تماما مثلما كان السيد بيلياس متحمسا من أجل الملكة جونيفر. اندفع الرجلان أحدهما نحو الآخر بسرعة وقوة هائلتين، فأطاح سيف السيد بيلياس بالسيد إنجامور عن جواده وطرحه أرضا بقوة شديدة، فشهق الجميع إذ لم ير أي أحد منهم السيد إنجامور يهزم من قبل. واضطرب السيد إنجامور أيضا لخسارته وشعر بالخزي والخجل، ونزع السيد بيلياس خوذته ومضى كي يقدم نفسه إلى السيدة إيتارد، غير أنه ما إن وقف أمامها حتى أدرك أنها أجمل بكثير من صورتها، فأضمر لها شيئا من الحب بسبب جمالها الشديد، وهي أيضا أحبته بسبب القلادة السحرية التي يرتديها. كانت حتى هذه اللحظة تحتفظ بالسيد إنجامور إلى جانبها، لكنها طلبت السيد بيلياس بدلا منه على مدار الأيام القليلة التالية. وعاد السيد برانليز والسيد مادور إلى الخيام، لكن السيد بيلياس مكث عند السيدة ضيفا مكرما. وفي تلك الأثناء كان السيد إنجامور يراقب بحزن وغيره، فقال بيلياس لسيدة إيتارد: سيدتي، ماذا يمكنني أن أفعل كي أبرهن لك كم أهتم بك؟ أجابت: أعطيني القلادة الجميلة التي ترتديها حول عنقك. لم يشأ السيد بيلياس أن يتخلى عن القلادة التي كانت هدية خاصة من سيدة البحيرة، غير أن السيدة إيتارد سرت بها للغاية، لذا وافق أن يتركها ترتديها بعض الوقت. وما إن نزع السيد بيلياس القلادة حتى توقف تأثير السحر، وبدأت السيدة إيتارد يراودها شعور آخر غير الحب، شعور بالغضب الشديد، لأنها افتتنت بالسيد بيلياس بهذه السهولة، ولأنها تجاهلت بطلها الذي طالما اعتنى بها طويلا السيد إنجامور. وبدلا من أن تبوح إلى السيد بيلياس بأن حبها له قد تلاشى، استمرت تبتسم له وتنظر له حبا، وفي نفس الوقت تخطط بينها وبين نفسها للانتقام منه. طلبت السيدة إيتارد من بارسنت أن تحضر لها عقارا منوما كي تعطيه للسيد بيلياس، وترجتها بارسنت ألا تفعل هذا، غير أنها أصرت. وأخيرا تناول السيد بيلياس العقار الذي دسته له السيدة إيتارد في العشاء. وعندما غطى السيد بيلياس في النوم، جردته السيدة إيتارد من كل ملابسه عدا ملابسه الداخلية، وأخذته إلى مكان عام خارج القلعة، وعندما تشرق الشمس سيجتمع كل الناس حوله يهزؤون منه، فيشعرونه بنفس الخزي الذي جعل السيد إنجامور يشعر به عندما هزمه.
وهذا ما حدث بالضبط. عندما استيقظ السيد بلياس في اليوم التالي، فقد وقف هناك مرتبكا شبه عار تماما ومذلولا، إلى أن ركضت بارسنت إليه حاملة بطانية كي تغطيه بها. تملك الغضب الشديد من السيد براندليز والسيد مادور من أجل ما فعلته السيدة إيتارد، وتوسل إلى بلياس أن يسمح لهما بأن يحضرا الدعم من كاميلوت كي يلقنا سيدة إيتارد درسا لن تنساه. لكن السيد بلياس رفض، فهي كما أخبرهم امرأة في المقام الأول، ومن ثم سوف يدافع عن كرامتها حتى الموت. ومن أجل سبب آخر كما اعترف لهما، ألا وهو أنه واقع في غرامها. وبعد أن قال السيد بلياس هذا، طلب من حامل الدرع أن يحضر له درعه. قال بلياس، سأحاول أن أزورها، لا أعرف نوع السحر الذي أنا خاضع له، لكنني سأموت قطعا إذا لم أرها وأتحدث إليها مرة أخرى. ارتدى السيد بلياس زي القتال الكامل، ثم اتجه إلى طرف البلدة وانتظر. وبعثت السيدة إيتارد 10 فرسان كي يعاقبوه. ولما كان السيد بلياس فارسا عظيما بالفعل، علاوة على أن الحب أمده بالقوة في تلك اللحظة، فقد هزم سريعا 8 منهم، وكان الفارسان الآخران على وشك الالتفاف والفرار منه. لكن السيد بلياس رفع يديه عندئذ معلنا استسلامه، جراه الفارسان إلى القلعة. فابتسم السيد بلياس في نفسه، لأن هذا هو عين ما أراده، وظن أنه سوف يرى محبوبته مرة أخرى في غضون لحظات معدودة. لكن السيدة إيتارد رأته أولا. صرخت السيدة إيتارد من أعلى البرج عندما وصل الفرسان بسجينهم، وقالت لهم، لا تحضروه لي، ضعوه على جواده، ووثقوا يديه خلف ظهره وقدميه تحت بطن جواده، ثم أرسلوه إلى الخارج حتى يضحك الجميع عليه مرة أخرى. وعندما رأى السيد براندليز والسيد مادور هذه الإهانة الأخيرة، ترجيا السيد بلياس بإلحاح شديد أكثر من المرة السابقة أن يسمح لهما بأن يسترد كرامته. فقال السيد بلياس في إصرار، لا أكترث بكرامتي. قال هذا لأنه كان تحت تأثير القلادة السحرية التي كانت ترتديها السيدة إيتارد طوال الوقت. غير أن صديقي بلياس واصلا محاولاتهما، ولكن وماذا عن كرامة الملك آرثر وطاولته المستديرة؟ رد السيد بلياس بصوت عظيم ومزعج، لا أكترث بهما أيضا. وظل المسكين على هذه الحالة مدة من الزمن. إلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية هذا الجزء من الحكاية. في الحلقة المقبلة إن شاء الله سنكمل ماذا حدث للسيد بلياس مع السيدة إيتارد. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتصبحون على خير.